اللي تحمله أبوك بالفترة الماضية الجبال ما بتتحمل. أمي أنت قلبك شو بيقول لي؟ أنا سرقت المصاري؟ أمي ليش عم تفتي وشك على جمال؟ والله ما بعرف. أنت قلبك شو بيقول لي؟ في حدا أخذه؟ يعني أنت بتشوفيني بريء؟ ما بعرف. لك يا أمي شلون ما بتعرف؟ لك شلون ما بتعرف؟ لك أبي مشروع بعناية المشددة بين الموت والحياة ومتأكد إنه أنا حرامي. أقسم بذات الله أنا ما سرقت ما سرقت. لك يا أمي بعدين ليش بدي أسرق؟ ما هو طالع على القرض مشاني. لأنه القمار سوسي. لك أنا ما بلعب قمار. الله يخليك أنا ما بلعب قمار. هذا وليد واحد كذاب. بعرف أمي حيرتيني ها؟ والله حيرتيني. يعني انتي شو انتي بتشوفيني بريء ولا ما بلعب قمار ولا واحد حرامي؟ الله يشفي ابوك. امي ليش عم غيري الموضوع؟ امي طمنيني شو صار معي؟ بده يموت يا ابني شحبي. يو طمني بالك الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى. بس رح يموت. يعني بحاجة تحكيني شو قالوا الدكاترة؟ قال الضربة جاي على الكليتين مشان هيك صار عنده فشل حاد. شو يعني؟ ما بعرف. منو هي امي؟ واحدة تعرفت عليها هون. يا حرام شو صار؟ عمي حادث سيارة وقالوا للدكاترة انه حالته خطيرة كتير. تعبناكم معنا اليوم. معنا؟ ليش في فرق بيناتنا؟ نحن وانت واحد. المهم الله يقومه بالسلامة. ما حذرت جاي تكمل عليه. تركوني انا وياه لحالي. لا ماني تاركتك. انت مالك مكان هون. نحن بدنا نضل وانت تضل. علام هدي حالك. علام بدي اسمحوا لك كلمه. كلها برا. انا رح اجيب الشرطه بعديك. عم بقول لك بدي اقعد انا وابي لحالنا. عم تفهمي؟ ما بفهم. انت جاي تقضي عليه. اطلع برا. مالك علام مشان استاذ بصري. ماشي خلي الباب مفتوح بعد هيك. طيب هيك خالتي. وحلعني انت الثاني استاذ خالتي وخالتي. حسبي الله ونعم صاري مو من حقي. مو امي كتبت لي اياهم ليش بدك تاخذهم؟ مو من حقك تاخذهم. انت ما عشت؟ اتركني عيش يا زلمه. اتركني عيش. رجع أخذ كل شيء. أنا ما عاد بدي شيء. رجع أخذ كل شيء. أنا ما عاد بدي شيء. ورحمة أمي ما عاد بدي شيء. رحمة أمي ما عاد بدي شيء. رجع أخذ
السلام عليكم. وعليك السلام. اهلين وسهلين. اهلين اهلين. الله يخليك، بدي اياك توقعلي هون بس. تكرم عينك، على شو بدي وكاله؟ على انك استلمت هذا الظرف. ايه بس انه اعمل لك على شو بدي وكاله؟ قلت لي على الظرف انه شو فيه؟ ما بعرف، افتحه وشوف شو فيه. لا عمل عمل، الله لا يعطيك عافية. شو والله مثل ما قريت. ولو كنت شو جايبه ده؟ يا عمي أنا مرسال، والله ما دخلني بهالشيء. والله لا أمزح فيك الأراضي. جاي تمدلي إيدك تضحك بوشي على أساس إنك ضيف وإستقبلك، بتطلع واحد زلال وعدوي؟ بدك ياني وقع؟ لك مشان شو؟ الحكومة شو عم تعمل لنا؟ زادت لنا 200 ليرة بدها تزلنا. ايه بشرفي لو تطلع عيونك ما بوقع. يا عمي الله، شو وقعتوا على الاخطار؟ اي والله انا عبد مأمور. والله ماني منزل ايدي، لانه انت واحد زلال. ولك كيف انت واحد عدوي وتسلم علي؟ شو عدوك ما عدوك؟ نزل ايدك هيك عم هلا. ما راح وقع. إيه لا توقع تصطفل، بس هاد ما راح يغير شيء، لاني راح اكتب انك رفضت تسلم الاخطار. ايه اخطرك ابو ملعون، هات الدفتر ولا اشتر من ايدك هيك احسن ما ازعجك. لا شو بدك تزعج، يخرب بيتك بعدك ابو حسام. هذا الدفتر للحيوان، هذا الدفتر عيونك. ليش ما مسكته؟ يعني يا ابو حسام واصلي معي لراس مناخيري، ماني ناقصه. لك انا شو دخلني مناخيرك؟ عم لك ليش ما مسكته؟ اجيت ولول مثل النسوان، ولا تخليني ابتلي فيك. ها عندك هاي هاي القصه مضبوطه؟ لك بالله عليك عن جد مضبوطة؟ بهدلنا الخالص. أبو رح يهدوا الحارة حبيبتي، رح يهدوا الحارة. يهدوا الحارة؟ لكن قولي على أمتي، قولي على طول يخرب بيته. يا رب قولي على أمتي. الله يرضى. كيفك دكتور؟ أهلين عمي. اعتبرني مريض عندك ورد على تليفوناتي، بجوز كون بحتاج لمساعدة طبية. تفضل. عمي بعتقد انه سمر خبرتك بانه كل شيء بيناتنا انتهى. بس كنت متوقع انت تخبرني، لانه انا اللي جوزتك اياها. عمي الحياة بيناتنا صارت مستحيلة. حتى لو هيك كان لازم تخبرني، مو تتجاهلني وما ترد على تليفوناتي. انت طبيب واكثر واحد بالدنيا لازم يعرف الاصول. ما كنت حابب ازعجك. تزعجني بالكلام ولا بقصصك انت وسمر؟ ما بدي ازعجك وخلص. عمي انت ليش اجيت لعندي؟ شو بدك؟ بدي افهم شو صار. اسال بنتك سمر، انا نسيت الموضوع ومو جاي على بالي اتذكر ابدا. منصور انا من حقي اعرف كل شيء. حقك علي ضيفك فنجان قهوه بصفتك ضيفي وبس. منصور شو كبرانة معك الحكاية؟ شوف عمي، أي شي بتقلك يا بنتك أنا موافق عليه، وأي حكاية بتحكي لك ياها أعتبرها صحيحة. متأخرة بيوصلها على البيت مع كل الأغراض. يا منصور يا منصور، أنا بمقام أبوك. لو ما كنت بمقام أبي ما كنت فتت على عيادة أساسا. طيب ممكن تشرح لي؟ اشرح لي. ماني حابب أحكي بالموضوع. بنتك طالق وهي بتكمل. يا منصور يا منصور يا حبيبي، انت عندك بنت؟ يكونوا مية. اللي صار ما بيسكت عليه ابدا. طيب اشرح لي شو اللي صار. جاييني مرضى عمي. بس انت مو من حقك تخبي عني النوب. ها وانت مو من حقك تعلي صوتك عندي بالعياده. منصور انت هيك عم تعاديني. انا هيك بكون عم راضي حالي. طيب تذكر انه انا اجيت لعندك. ذاكرتي بولاد. يا سيدي ما زبطت معك. بدك تعمل شاعر وتوصفنا الجاج اذا صار له يومين ما شرب ما بيكون مزعوج مثلنا. ولك نحن عم نعويت عوايه من وجعنا، فحاجة تعمل لي حالك فهمان وانه انت شاعر وتحكي لي اي كلام بيطلع معك.
كبار بقى كبار كبار وصير زلمه بقى حاجة بقى صرت قد الشنتير. ابو حسام يا سيدي ما زبطت معه الجاج اذا ما شرب بيومين ما بينزعج مثلنا. الحقيقه انه ما زبطت معك وتبهدلت قدام الناس. لا ابو حسام لا تخليني اغلط معك. ها هلا لانك تبهدلت قدام الناس بدك تفش غلاك فيني؟ ليش قاعد تقول جاج؟ انا قلت لك قول جاج شي. لك خلص خلص بقى. لك يا جماعه الخير بشرفكم ما بكفي انه الدوله لا على شرف ابونا كمان يلا بتقاوى على بعضنا. ولا بدك تعمل رجال وتتقاوى علي روح تقاوى على الدوله خليها تنزل حق المازوت ولا ترفع رواتب المتقاعدين. بدك تمدد روح مدد على الدوله مو علي. استغفر الله العظيم. ابو اليمان خلصنا عمي خلصنا شيلنا من تخريبها خلينا نعرف نفكر بشي حل. ها هلا طلع معنا معناتها انه انت كمان بتفكر. روح نقلعوا لك نقلع على بيتك احسن ما نرشم لك وشك بخليك تعيش على السواء بقية حياتك. شو رايك انه ما رح امشي؟ لا بدك تمشي وانا بعرف كيف مشيت. ولك قلك امشي ام ايدك قلك ام ايدك قليل ادب. انا قد امك ولا ضب جهازك عمي ضبي احسن ما حمل الكرش هلا. حسام فوت على البيت مالي فايت تقبرني ان شاء الله. طبخت لك طبخة كوسة اللي حب قلبك. امشي امشي ناكل كوسة احسن من الوافة مع الباري ما بيعرفوا راسهم من اني جاي. لك يهدوها يهدوا هالحارة القرف يريحونا احسن من هالجيرة اللي بتهوي. ايش هالحكي خيو ايش هالحكي؟ لك ايه يهدوها لافسر مايتي ان شاء الله. خلص يا جماعة خلينا نفكر شو بدنا نعمل. بس انا شايف انه حكي فاضي لانه صار جايينا اكثر من 50 اخطار ولهلا ما عملوا شيء. بس هالمرة مكتوب انذار نهائي. ما بظن خيو ما بظن في حارات من 50 سنة مأنذرينهم ولهلا ما صار شيء. الدولة عندها شيء أهم. لازم حدا يروح على المحافظة بكرة لنشوف نيته. مظبوط عم تحكي درار. بده ينظموا البلد. هو باي الشون كرهونا ياها. يا الله الدكاترة هون مناح. ما بعرف تقبرني العلم عند الله. أعتقد إنه خلصت القصة. ضل علي هذا الكلب ربيع ما كان ناقصني غير فصاعين يتنطوط بوشي. العمى زمن كلب خلي الحشرات تتطاول على أسياده. من حارة لحقتك يلا روح. هذا الحكي اللي عليه علامات يقبرني ربك. أنا طالع على شغلي. المهم شوفك يلا سبقني روح. أوكي مو هيك بيقولوها المدنيين؟ مدني وراح ضلي مدني راح ضلي بحبك. خلاص يلا روح روح باي. انك مجنون مجنون ما أحلى. يسلموا ايديك ممتاز طباعة ممتازة جدا. شكرا كثير. يسعد المساء. أهلا سمير كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. بخليل ياك يا رب. شو ما بدك أشرب قهوة معي؟ أكيد بدي أشرب قهوة معك بس هلا بيني وبينك فرحان بالمولود الجديد. هي رب بعزك إن شاء الله. بعز القارئ. سيدي أنا ناطرك. جاي يلا معك. إيه أخي أبو معتصم. شو دكتور؟ مثل ما سمعت أنا واحد بيغشني صعب أتعاطف معه. اقسم بالله العظيم حرجتني. تتهرب منا مو تضحك علي. لك يا دكتور يستر على عرضك انا والله واحد معتر ما خرج النوبه على بلسانه للست سما. ولك انت ما بتفهم شو دخل معتر بانك تضحك علي يا
دكتور الله يخليك، بدك تقلعني قلعني، انا جاهز بس يستر على عرضك تأجل شوي. انا ابي بالمشفى ومحتاج مصاري، وانت وعدتني تعطيني شويه مصاري. شبو ابوه؟ ما بعرف، عم بيقولوا الدكاتره انه بغيبوبه. غيبوبه؟ مين هن الدكاتره؟ والله ما بعرف شو اسمائهم، بس ابي حاطينه بمشفى ابن النفيس. لوين دكتور؟ ما بدك تعطيني شوية مصاري؟ الله يخليك. امشي امشي، رح اروح معك على المشفى. امشي تعال. الله يعمر بيتك يا ان شاء الله عارف مبروك، بس ما بدي هالكتاب يكون بيضة الديك. والله بجوز، لأنه صار لي 10 سنين عم بشتغل فيها. اوف اوف. الله وكيلك 10 سنين. يا رجل حتى أهل بيتي ملوا مني ومن الكتاب، وعلى طول بيقولوا لي إمتى رح تخلص الإلياسة؟ بس أنا كثير متفائل، لأنه طريقتي بالبحث كانت خاصة، وأكيد كان في منهجية واضحة. شايفك عم تحكي بيقين وتستخدم كلمة أكيد. يقين بالنسبة للمنهج، مو يقين بالنسبة لتفرد الكتاب وحيازته على مفاتيح الحقيقة. أكيد لا. بيعجبني فيك حماس الشباب اللي ما تغير من 20 سنة. وأكيد رح ضل هيك. في ناس ناطرة شو بدي أكتب وما رح أغسلها أبدا. يا لطيف. هيك بيعملوا مسك وما مسك. ايه على هديك الايام بتتذكري اول مره طلعت جنبك بالسرفيس وطباتك؟ يا لطيف تقولي امبارحه يا شيخه. والله معك حق، ايام بنزعل عليها. طلع البيت بقى، غيب اللي عم تساويه. مرتي عمي، مرتي حلالي اللي عنده كلمه يطبها. ايوه فكرونا عم نتواسخ. هيك احسن. يا والله سلام. شو طمني؟ الخبرية مضبوطة، والبلدية رح تبلش بعد ما تنتهي المهلة. قال في أوامر من فوق. لا تخشى شيئا، كل مرة بيقولوا نفس الحكي. لا بس المرة القصة منتهية. متأكد؟ هي متأكد. شوفير رئيس البلدية هو بذاته اللي خبرني. لعمة لعمة، إذا الخبرية مضبوطة منكون تبهدلنا رسمي. طيب ما سألته إذا رح يعوضوا العالم ولا لا؟ قال في بنايات بالكسوة رح يدبروا الناس فيها. يا حبيبي بآخر ما عمر الله. طيب وأنا؟ أنت شو؟ يلي عنده دكان شو وضعه؟ سعرك سعر الناس. في دكاكين ولا ما في دكاكين؟ ما بعرف، ما سألته هيك شيء. يا أخي يا ابن الحلال، أنا ليش بعتك لك؟ أنت بعتتني لحتى أتأكد إذا الخبر مزبوط ولا لا. يا لطيف لك شو هالنهار المكرب هاد؟ والله إذا طلعت الخبرية صحيحة بكون تبهدلت رسمي. ليش؟ لك شو ليش؟ إلي ديون مع العالم من المحل شي 300,000 ليرة، والله بجن. طيب شو الحل؟ ما بعرف، بس لازم لم الديون قبل ما تتحرك البلدية. واللي ما معه؟ لك ما في ما معه، بيحط براد، بيحط غسالة، بيحط ولد من ولاده رهن، المهم ترجع المصاري. طيب أنت شو اللي براسك؟ وينه أبو فياض؟ ما بعرف، ما شفت اليوم. ما حكى معك؟ لا ما حكى. دق له. ما معي وحدات، دق له. جماعة زهران ما بحب رد عليهم. وهم وين كنا؟ عجبك الدب؟ إذا عجبك رح جيب لك دب تاني، وإذا عجبك جيب لك دب تاني نعمل لك مدببة. شو ما بدك تفوت تشوفه؟ Thank you.
عمرك عم تطلع. لا ما في شو سلامتك. الموت اللي قدمت لك يا والموت اللي قدمت لي يا انت قتلت ابني. انت قتلت ابي، قتلت كرامتي، قتلت انوثتي، ولو ما طلبتك هلا كمان كنت قتلت امي. ما بيطلع لك ابدا تحكي عن قتل. شو بدك؟ نتفق. قلت لك على شو؟ ولا قلت لك على شو؟ مطلوب نطلع من هون نحضر عزا أبي وبينتسى المقطوع. بس أنا لسه ما شاف غلي. غلك ولا غياك؟ شو يعني غياك؟ غلك شفي بالمعتقلين يلي عندك. شغلة واحدة بس، ليش حرمتيني من أحلى حلم بحياتي؟ ليش ضيعتي كل شيء بلحظة؟ لأني ما بدي شيء يربطني فيك، ما بدي شيء يذكرني بتاريخك الأسود معي. لك أنا شو عملت؟ أنا شو عملت؟ شو؟ كل اللي عملته إنه أنا كذبت. شو يعني؟ كل الناس بتكذب. أنا كنت بدي أقول لك إياها مفاجأة، أنت تجوزتي واحد فقير طلع عنده مصاري، وين المشكلة؟ لا أنا تجوزت مهندس بسيط، أنا فجأة طلع ضابط مخابرات. ولك كل البنات بيتمنوا إشارة مني. كلهم إلا أنا. لك أنت خليتني مسخرة قدام حالي، قدام رفقاتي، قدام الوسط. بلا وسط بلا بطيخ. أصحي بقى أصحي. كلهم كذابين وعلاكين، لو بتضلي تكبي مليون سنة ما رح تصير شيء لأنه كلهم عم يضحكوا عليك. إذا الوسط مثل ما عم تقول، ليش ركضت راكد وحفيد مشان تتجوز وحدة منه؟ لا مو صحيح، وسط زبالة كلهم حشرات. لساتك مصر تكون سخيف. إيه سخيف؟ ماني خايفة منك وما بخاف. أنا جبتك لهون مشان أمي. أنا جيت لهون لأني بحبك. وأنا كنت مفكر حالي بحبك. جيت غشيتني وخدعتني وعم تدعي إنك تحضر لي أمسياتي وحافظ شعري وكلماتي و... ست شهور عم تكذب ما تعبت؟ ست شهور عم تدعي الأخلاق والطيبة والنزاهة والشرف. أنت حبيتني لتتطهر لتعيش الشخصية اللي أنت بتتمناها. الشر يلي ساكنك أنا رح أبعد عن الشر، هي ضمانتك. مع أنه لو كنت لحالي كانت معركتي معك أكبر بكتير. محمود سيدي وصلنا على البيت. مؤيد اللي بدك اياه بصير، لاني ما فيني اعيش بلاك. موضوع واصل خلص، رح انساه لأنه زعلك عندي بالدنيا كلها ومصاريها. وشو هالتغيير بعد؟
شو هالسؤال اللي عم تسألني اياه؟ اكيد لاني بحبك. يعني ما كنتي تحبيني لما حبيت وتركت البيت وما عملتي شيء؟ انا ما عملت شيء مشان الله ما تظلمني، لا تظلمني يا مؤيد. صدقني انا كنت راح اطخي على رجليك لحتى بوسك. طيب بس علان ما عاد بدي اياه يفوت على بيتي. اللي بدك اياه بساوي، كل شيء بيزعجك ما راح اعمله لانك انت جوزي وحبيبي، واللي بيرضيك انا مستعد اساوي. هاي البوسه لما ينفتح الباب. هاي البوسه لما تتفاجأ. هاي البوسه لما تقولي لك شو عم تساوي. وهاي البوسه لما لك هيك اعطيني على الارض لك شيرو. شو دكتور؟ مثل ما فهمت من الدكتور حالة الوالد مستقرة نوعا ما من الناحية العضوية طبعا، بس سريريا ما فينا نحسر عليه. شو يعني؟ ابوك عايش، يعني اجهزته الداخلية شغالة تمام التمام، بس حالة السبات هي ما حدا في يحسر قديش بدها تطول. طيب شو العمل؟ الموضوع بيد رب العالمين. يعني ممكن نضل كتير بهالحالة؟ ايه ممكن، وممكن بعد نص ساعة يطيب ويفز ويقوم. لا يا دكتور دخيلك، نحن لازم نعمل كل شيء بنقدر عليه. الله يخليك. كل شيء بنقدر عليه عملناه، والدكاترة هون طبيا ما عم يقصروا. ان شاء الله. وكلي الله خالي، عواض ما تبكي لازم تدعي له. والله عم بدعي له ليل ونهار. هذا أحسن من البكي بكتير. مو بإيدي يا ابني، مو بإيدي. طب يا خالي حاولي تتماسكي، أنا ببقى بطلع عليكم كل فترة وفترة، ما بناياك تتعبي الله يخليكي. ما بحسن. لا بدك تحسني، ما بيصير هيك، بتتعبي وبتمرضي لا سمح الله، نحن محتاجينك كمان. الله يوفقك يا دكتور منصور. جابر لازم تاخد الوالدة على البيت مشان ترتاح، وبتبقى بتجي بتزوره للوالد كل يوم نص ساعة زمان. حاضر دكتور. دكتور أنا تشرفت بمعرفتك. الله يخليك. أنا ما بدك توصاي. أعوذ بالله ولا أنا وصاي. يعطيك ألف عافية. جابر. قال لي دكتور أبوك صعب يتعافى، وإذا بدك الحقيقة الحقيقة يعني هلأ هو بعيادات الأموات. الله أكبر. بس لا في أسمر رح تتربطك. يا الله دخيلك يا رب. وشغلة تانية، أمك تتخفف جياتها على المشفى كتير. ما عم ترضى يا دكتور. مو بكيفها، وجودها هون بالمشفى بيسبب لها حالة نفسية سيئة كتير، يعني ممكن يسبب لها وجع مفاصل، وجع بطن، وجع ظهر، بعدين ممكن تتطور الأمور لحالة ولحالات نحن بغنى عنها. أمرك دكتور. ماشي، بكرة لا تجي على العيادة. الله يسلم إيديك. بدي روح البيت. طيب بدك شيء؟ الله يسامحك جيت لعندي تساعديني، ابدي كسرتي بخاطري. جابر بيحسن يرجع المصاري ويكسر له راسه لولي، بس انتي ساعديني وقفي جنبي. لك ردي علي احكي اي شيء. ارفعي صوتك، بنتي الصغيرة نايمة ولا مش شايفتيها؟ كل حدا بالدنيا بيغلط، وأنا غلطي كبير، بس عشان فيكي أنتي وجابر إنكم تسامحوني. جابر بيرجع المصاري، بناخد أبي على أهم المستشفيات، ومن فكرة هن البيت وكل شي بيصير تمام.
قومي روحي على بيتكم. شو؟ بلاقيك استغربتي؟ لا بس ما توقعت تحكي معي هيك. الوقت اتأخر. قومي روحي على بيتكم. وجابر؟ شو مالك؟ شو بدك تقولي له؟ مش شغلك. بتحبي الله لا تشعلي. ايش؟ ما قصدي شيء يعني بس. قومي روحي على بيتك. هيك عم تلعيني؟ حطي حالك محلي. كنت ضيفتيني واكرمتيني بعد هالخبريه الوسخه اللي حكيتي لي اياها؟ يا نجوى انا جيت لعندك اعترف لك. اجيتي عندي تعترفي لي؟ لا انتي اجيتي عندي بعد ما غدر فيكي، بعد ما سرقك وبهدلك، يعني لا إلك من نية ولا إشي. لو ضل مثل الأول كان ما عندك مانع تشوفي أبوك وأخوك بيندبحوا قدام عينك، وما كانت حرك فيكي لا ضمير ولا ناموس. لا والله انتي فهمتيني غلط. فهمتك غلط؟ بتحفي بالله؟ مش عرفك انتي بتعرفي الله؟ تعرفي الله عشان تحلفي فيه؟ وجابر، شو بتقول لجابر؟ شو ممكن يصير لجابر؟ يخاف يصير ماشي. جابر أمي وأنت أبي. ومن إلي، ومن إلي من وجهي، مش طالع أسمع كل أشوفك. أمي لك يا حري حريشك، لك نشفتي لي دمي. لأنك أجدب. لك ليش أجدب؟ حطي حالك محلي. وحدة بحبها وبموت فيها، فجأة بتخسرني كل مصرياتي وما بدها تحكي معي ولا كلمة، لا وبدها تخلي السهيرة يضربوني، إيش بقري بفكر بالخيانة؟ يعني ما ممكن يكون شيء تاني سيد وليد؟ بساعتها؟ لا ما ممكن. بتعرفي إنه رحت على البيت مثل المجنون، بس بدي أعرف ليش هيك ساويتي. وعرفت؟ يا لطيف، همه انزاح عن صدري. جيت لعندك الصبح كنت ناوي قتلك. تقتلني؟ لا شاطر والله. والله كنت اشرب من دمك. اساسا ما بيطلع لك، لانه انا دمي عسل، مو اي حدا بيقدر يشرب منه. ولك دخي دمك ما اطيب ولا دمك ولا امك؟ اثنيناتهم سوا. دخلك حلقت لها لخطيبتك؟ لك بلا السيرة هلا عديم كيفين، زتيت لها الخاتي. بس ما تكون تضايقت. اتضايق 3 سنين وهي قاعده على قلبي مضايقتني. ايه الله يخليك، ريحني وقل لي انه مو انا السبب. لا لا مو انت السبب، طمني. انا بكل الاحوال كنت رح احلها. ايه حبه، لانه انا ما بحب اخرب بيت حدا. لا لا طمني، حتى لو ما بعرفك كنت بدي احلها. اخ ريحتني. وانت شو انت بدك تروحين؟ شو لسه بكير لك ليش؟ بقى اذا بتريد احمل حالك واطلع لبرا. اذا بتريد حكيتك شي يا خانم؟ هي وعدتك ما احكي ولا كلمه، وليك من فتحت تمي بكلمه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بركاتك شيخي. صلاح انا بالبيت، تعال عندي. الشاعرة سماهر محمود. مساء الخير. سأبدأ بالقصيدة التي حمل ديواني عنوانها. هذه القصيدة أحببت أن أهديها إلى الصديق الذي أصبح مؤثراً في حياتي حتى بات وجوده عندي من المسلمات. رؤوف، وأنت الذي لم يكن مثل أمي ولكنني أرتضيه بلاد، وأنت المتيم بالزهر
خلف السؤال وخلف قوافي المداد أضأت بشعرك كرمى لقصدي وسرت بروحي أنت وأنت ولكنني قد أفيق لأعزف دمعا وأذرف تهليلة في ليالي الحصاد وإن كان جدي يبيع قبورا سأرفض جدا لأجل الفراشات لا أشتهي أي شاهدة لا تحرك جرحي ولا تشتهي أن يفيق الجماد صديقي صديقي أحب ترابك حيا وتبا له إن أراد الهدى. ماما هذا رؤوف والدتي. أهلا وسهلا. شرفنا مدام. الحياة فاجأتيني وأحلى مفاجأة بعمري. ما عندي شيء أديك يا إلا الشكر. شو ما شفتي لي ما رح يكون أحلى من القصيدة. أنا استمديت هالقصيدة منك. أنت جواتك إنسان كتير جميل والأيتام يلي عم تساعدهم هن اللي كانوا عم يحكوا بصوتي. ماما رؤوف مهندس مدني ساكن لهلأ بالإجرة لأنه مصر يدفع كل شهر نص راتبه لجمعية الأيتام. الله يقدرك على فعل الخير. أنت اللي مثلك قلال وحقك على أصدقائك أنه يقدروك. بس أنا الحقيقة لا تحكي ولا كلمة. المهم حبيت القصيدة. أنت الذي لم يكن مثل أمي ولكنني أرتضيه بلاك. قصيدة جميلة جدا. ما بعرف إذا كنت بستحقها. مساء الخير. مساء الخير. شلون وضعه؟ بفيق شوي وبيرجع بينام. طبيعي، لسه التخدير ما انتهى مفعوله. دكتور رح يتوجع بس يروح التخدير؟ أكيد، كتلة كبيرة من الأعصاب موجودة باللسان، يعني رح يكون في ألم كبير. بس الغلط اللي عملتوه، قطعة اللسان لو جبتوها معكم كان ممكن تكون الحالة أخف. دكتور بحالتنا ما فطلنا لشي، ولما بعتنا على المعمل كان الآزل ماسح الأرض وكاببها. ستي أمر الله، بس عن جد هالزلمة مجنون. في حدا بيقطع لسانه؟ دكتور أستاذ أعقل حدا بالعالم. إيه بس يعني في عاقل بيعمل هيك؟ إذا بتريدوا زين كلامك أبي بيوسع عقل على البلد كلها.